ما يمكن يمر بين يديه إذا كان له ستر من وراء السجود، يعني إذا كان له ستر من وراء السجود. ماذا تقول في هذا الحال؟ ما يمكن يدافع، لأنه إذا انداها سيدافع في يديه، فيلزم أن يرفعهما على الأرض وهو مأمور بأن يسجد عليه. نعم نعم، إن تمكن يدافع برأسه، وحتى برأسه الله لا يتمكن إلا بمشقة، ربما لو جر رأسه على الأرض يمكن تتأثر الجبهة. فالظاهر من هذا أنه يتركه حتى ينتهي من السجود. نعم أي نعم، المرور بين يدي المأمومين لا بأس به، لأن ستة إمامه وستة سلم. إيش؟ نعم لا لا رده لا، يعرف ان فرده يرجع يرجع رده. باب استقبال الرجل صاحبه او غيره في الصلاه وهو يصلي. وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي، وانما هذا اذا اشتغل به، فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله، فأنسل سلالة. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. لا مستقبل ربي صاحبه أو غيره في صلاته، يحتمل قوله أو غير صاحبه ممن لم يكن بينه وبينه اتفاق، ويحتمل أو غيره يعني غير الإنسان كالدابة ونحو ذلك. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال البخاري والله أعلم: وإنما هذا إذا اشتغل به، يعني إذا كان يشغله إذا كان بين يديه. وهذه الترجمة والآثار نبي يتكلم عليها في الفتح. قال ابن حجر: قوله باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، لا بعد الصحيح لا نسخة ثانية. في نسخة الصغاني: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، أي هل يكره أو لا، أو يفرق بينما إذا ألهاه أو لا. وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين مظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك. وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهيته له على عدم كراهية ذلك. فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان. وقول زيد بن ثابت: ما باليت، يريد أن لا حرج في ذلك. قوله: فتكون لي الحاجة. وارك التفصيل لدى البخاري لا بد منه، أنه إذا كان بين يديك من يشغلك فلا تصدح له، وإذا كان لا يشغلك فلا بأس. لكن الكلام: هل نقول إنه يطلب من الإنسان أن يقول لأخي اجلس أمامي لتكون سترة لي؟ هذا محل نظر. نعم. في شيخ الأخير. نعم. وقال ابن رشيد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه غير مشتغل بها،
فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها والرجل من باب الأولى. واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ولا يخفى ما فيه. صحيح، في الأحكام الشرعية مع عدم وجود ما يقتضي الخلاف، وهنا لا شك أنه وجود ما يقتضي الخلاف. وش الخلاف؟ وتعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلقه بالرجل، لا سيما إذا كان زوجته، فإن الشيطان قد يشغل بها، ربما قطع الصلاة. نعم. إيش؟ نعم. لا، ليس نوع من المرور. يأخذ من قوله إذا مر بين يديه. نعم. علي. نعم. كيف؟ يمر الرجل بين يديه. نعم. نعم. فلا تتوكل من رد الرجل، ولا تتوكل من رد الرجل، ولكن يحدث أن يضيع الرجل فلا تتوكل من رد الرجل. لا لا، صحيح مع الزحام الشديد يمكن يضيع، لكن مع الزحام المعتاد ما يمكن يضيع. إن سوى يقف يرتفع من المرأة فيه يجد أنها محبوسة. نعم. شيخ بارك الله فيك، انتشر في بلادنا بين شباب الصحوة شباب السنة أن المسبوق من المأمومين مثلا إذا يعني صلى إلى غير سترة فإنه مباشرة يأتي شاب ويجلس أي يعني. نعم. ويفعل ذلك تعبدا. نعم. لكن أنا لا أعلمه مأثورا. ترونه بدعة يا شيخ؟ نرى أنه بدعة إلا إذا ثبت المأثور. نعم. ثلاثة. باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. في هذا أيضا في هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهله ورفقه بهم، فقد كان يصلي عليه الصلاة والسلام وامرأته نائمة رفقا بهم، فإذا لم يقطع إلا الوتر أيقظها لتوتر. نعم. شراب وهي كيف؟ نعم. لا ما نقول بدعة، بدعة ما ذكرها، نتكلم مع اللي قال الأخ كمال. هنا. هذه غير التي قالها، وهذه التي ذكرت هي التي ترجمة التي قبل الأخير. هو يسأل إذا قام إنسان يقضي ما فاته، فإن بعض الناس يقوم ليكون سدة له، هل هذا مشروع؟ أولا هل يشرع للمسبوق أن يتخذ سترة أو نقول لا يشرع؟ يعني لا نعلم أن المسبوقين يتخذون سترة. وثانيا إذا قلنا بأنه يستحب، هل يشرع لغيره أن يقوم ليكون سترة له؟ هنا واحد إذا عجز عن السترة على السجود على جبهة هل يسقط أعضاء الباقية أو على حسب الطاقة؟ السؤال هنا ليس له محل، فهل تحبون أن أجيبه؟ يقول إذا عجز عن السجود على الجبهة فهل يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء؟ تحبون أجيبه ولا؟ طيب، بشرط أن لا يعود. طيب، على كل حال المذهب أنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيره، والصحيح أنه يلزمه السجود بغيرها إذا كان يمكنه أن يكون أقرب إلى السجود منه إلى القعود. أما إذا كان لا يستطيع أبدا لوجع في رأسه أو عينه وما أشبه ذلك فنعم،
لكن إذا كان يمكنه أن ينزل برأسه للأرض إلى أن يكون بينه وبين الأرض مسافة قصيرة بحيث يكون إلى الساجد أقرب منه إلى القاعد فإنه يلزمه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آدم. نعم نعم ما يقطع إلا ثلاثة ما يقطعها ما يبطلها إلا ثلاثة باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نسيت أن نتكلم على الشاب الذي نال من أبي سعيد يعني نتكلم عليه ليش يرد. وهذا يقع كثيرا فيما إذا كنا نصلي في المسجد الحرام ورددنا أحد قام يتكلم المسجد الحرام ما يرد أحد فيه ولا الستر وما أشبه ذلك. نعم فأقول إن هذا الذي حصل يحصل من الناس الآن له أصل في عهد الصحابة لا يسمع أحد من الناس فلا تقول ليش تكلم عليه وتكلم على من هو خير منك. نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. في هذا الحديث دليل على فوائد غير مسبوقة. أولا جواز الحركة اليسيرة في الصلاة وقد يقال في هذا الحديث استحباب الحركة إذا كان ذلك لم يستحب الصلاة لأن رسول صلى الله عليه وسلم يغمزها من أجل أن يتمكن من السجود. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ليس من سوء الأدب أن تمد رجليك بين يدي من تعظمه لأن عائشة تمد رجليها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. إلا أن يقال إن هناك فرقا بين الأهل وبين الأجانب لأنه يقال المثل عند الأحباب إيش تسقط الآداب ولهذا تجد فرق بين أن تكون جالسا عند صديق لك فتمد رجليك ولا تبالي أو بين إنسان أجنبي فلا تستطيع أن تمد. ويقال فيما ينقل عن أبي حنيفة والذي يعلم الأخ عبيد الله هل يؤكد لنا هذه القصة أن أبا حنيفة كان يدرس أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وهو يدرس ويتكلم عن النهي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس وكان أبو حنيفة بين أصحابه وقد مد رجليه فلما جاء دخل هذا الرجل ذو الهيئة كف رجليه ظن أنه ذاك الرجل العالم الكبير فقال إنه لا تجوز الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال هذا الشيخ ذو الهيئة يا شيخ أرأيت لو طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ فلما قال ذلك قال إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم حقق لنا يا عبد الله إن شاء الله تعالى. على كل حال أن عائشة رضي الله عنها لا شك أنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس تعظيما لكنها تتبسط معه. وفي أيضا اعتذار الإنسان عن فعل قد يلام عليه لقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح لأنه لو كان فيها مصابيح لعرفت أن الرسول إذا أراد السجود لابد أن تكف رجليه ولا تحوجه إلى أن يغمزه وهذا أمر يعتبر من أحسن الأدب أن الإنسان إذا فعل فعلا يخشى أن يلام عليه فليذكر العذر كما فعل عائشة
بل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين قام يقلب حفصة رضي الله عنها وهو في معتكفه قام ليقلبها، فمر رجلان من الأنصار فأسرع صفية نعم صفية فمر رجلان من الأنصار فأسرع فقال على أحدكما إنها صفية، فقال سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فلا ينبغي الإنسان أن يقول أنا سأفعل ولا أبالي، كيف تفعل ولا تفعل؟ ألم تعلم أن الشيطان يلقي في قلوب الناس ما لا يدخل في تفكيرك؟ إذا فعلت شيئا تلام عليه فبين للناس العذر حتى لا يلحق في اللوم. أيما أبلغ يا أحمد، الله الأكبر أو الله أكبر؟ لماذا؟ ما؟ لا ما أيما أبلغ، ما أقول أيما أحسن. أي لأن هذا تقدير منه بخلاف الأكبر. طيب هذه خاطرة طرعت ولا ما لها تعلق بالدرس؟ قد يكون الشيخ الله الأكبر أن هناك الله أصغر. نعم إذا قلت الله الأكبر أي لا لا مفصل، سبح اسم ربك الأعلى فيها ربك. أظن باب استقبال رمي صاحبه، باب من قال لا يقع الصلاة شيء. ها؟ 105 من قال لا يقع الصلاة شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن عائشة حاء قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن عائشة رضي الله عنها لم تصب في هذا الإيراد، وذلك لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة، وكونها مضطجعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس هذا مرورا، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. وهذا أيضا مثل إنكارها رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله، حيث أنكرت ذلك مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والإمامة قد يخفى عليه بعض الشيء، فإن الزهري رحمه الله من أعلم الناس لا في الحديث ولا في الفقه، ومع ذلك أشكل عليه هذا الأمر وأفتى بأنه لا يقطع الصلاة شيء، مع أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. ثم إن أيضا
من ناحية الاستدلال لم يصب رحمه الله، لأن القطع ما هو بإيش؟ بالمرور. ترجم الشيخ من قال بهذا، فمن قال لا يقطع صحيح. بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، أي من فعل غير المصلي، والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم، لكن إسنادها ضعيف. ووردت أيضا مرفوعة في حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. قوله قال الأعمش هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق، وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر. قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه قوله عن عائشة ذكر عندها أي أنه ذكر عندها، وقوله الكلب إلى آخره فيه حد. وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها. ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلت المرأة والحمار. ولسعيد لمنصور من وجه آخر قالت عائشة يا أهل العراق قد عدلتمونا الحديث، وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا، وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وقيد الكلب في روايته بالأسود، وعند ابن ماجة من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، وعند الطبراني من طريق الحسن أيضا عن الحكم بن عمرو ونحوه من غير تقييد، وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض. وأخرجه ابن ماجه كذلك، وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث، فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخا بحديث عائشة وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر، ثم يرجحه أيضا أن القطع ناقل عن الأصل، وإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبني على الأصل قدم الناقل عن الأصل لأن معه زيادة علم. نعم. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع للخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث.